طبعا الحمد لله كان لنا الشرف ان احنا يكون لنا دور كبير او ان احنا نشارك في اعمار بلدنا التاني ليبيا، وبالفعل شاركنا في انشاء 3 جسور في بنغازي في مده 5 شهور، ونتمنى ان احنا نشارك في تطوير في اي مكان في ليبيا سواء هنا او في درنا او في اي مكان في ليبيا. واحنا بالفعل النهارده مقدمين في البوز بتاعنا مقترحات لمشاريع احنا شايفين ان شاء الله يكون ليها دور كبير هنا، سواء مشاريع صرف صحي، سواء مشاريع معالجه ميه، او مشاريع اسكانيه ومعماريه، او اي نوع من المشاريع احنا مقدمين عليه مقترحات. وحضرتك تقدر تيجي تشوفه ان شاء الله في البوست بتاعنا بتاع شركه وادي النيل، ومقدمين صور وبانرز عليها يعني جزء صغير من المشاريع اللي احنا عاملينها في مصر، جميع انواع المشاريع، جامعات ومباني ومشاريع ري وسدود، وكل ده حضرتك تقدر تشوفه. وان شاء الله نتمنى يكون لنا دور في التطوير بتاع ليبيا واي مكان هنا في البلد. طبعا الحمد لله كان لنا الشرف ان احنا يكون لنا دور كبير او ان احنا نشارك في اعمار بلدنا التاني ليبيا، وبالفعل شاركنا في انشاء 3 جسور في بنغازي في مدة 5 شهور، ونتمنى ان احنا نشارك في تطوير في اي مكان في ليبيا سواء هنا او في درنا او في اي مكان في ليبيا. واحنا بالفعل النهارده مقدمين في البوز بتاعنا مقترحات لمشاريع احنا شايفين ان شاء الله يكون ليها دور كبير هنا، سواء مشاريع صرف صحي، سواء مشاريع معالجه ميه، او مشاريع اسكانيه ومعماريه، او اي نوع من المشاريع احنا مقدمين عليه مقترحات. وحضرتك تقدر تيجي تشوفه ان شاء الله في البوست بتاعه بتاعنا في المشاركه، ان احنا ومقدمين صور وبانرز عليها للشركات يعني اللي هيكون منفذات المشروع في مصر، جميع انواع المشاريع والمواد المرسليه، جامعات ومباني ومشاريع ري. تعاوننا مع اكثر من شركه قدمنا لهم عروضنا والتسهيلات اللي نقدر نقدمها من الناحيه اللوجستيه توفير مواد البورسلين من ناحية النقل السريع والتخزين. نحن إن شاء الله بمساعدة 10 شركات وكلاء الهن نقدر نوفر الكمية المطلوبة لإعادة إعمار المدينة في أسرع وقت إن شاء الله، لكي تعود درنا في أسرع وقت.